لا تنسون تشتركون، تحطون لي لايك، وتفعلون زر الجرس، تحطون لي إعجاب عشان يوصل الفيديو لكم. يعني بما انه الطلاب يعني رجعت الدراسة وعدنا والحمد لله، احنا لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا رب. يعني بتكلم عن مواضيع تخص الطلاب والطالبات. في اوقات من الطلاب والطالبات يتعرضون للتنمر، يعني وفي هالوقت هذا يعني ما حد راح يفيد الطلاب ابدا، لا اصدقاء ولا معلمات ولا معلمين، ما راح يفيدوا غير اهله في هذا الوقت هذا. اذا فقد الطالب ثقته في نفسه للاسف يعني راح يفوتوا كثير. ليش؟ لانه الطالب للاسف يعني اذا فقد ثقته في نفسه تنمروا عليه الطلاب اللي معاه، هذا اولا. ثانيا راح يكون مستواه الدراسي منخفض. ثالثا راح يعيش أسوأ لحظات حياته في المدرسة، وإحنا ما نبغى يوصل هذه المرحلة، نبغى إنه يكون سعيد هو رايح المدرسة وسعيد هو راجع من المدرسة، وما يقول لكم يا ماما أنا بغيب ولا يا ماما أنا تعبان، ولا يتهرب من المدرسة ومن سيرة المدرسة وإنه يروح وإنه يجي. الثقة في النفس إنه تزرعي له إنه هو شكله حلو، صفاته حلوة، إنه هو مميز، الله ميزه في صفات ما هي في أصدقائه، وإنه يعتز بعيوبه مهما كانت هذه العيوب يعتز فيها، وإنه اعتزازه إنه قبل العيوبه هذه أول شيء الواحد يقدر يبني ثقته عليها، ثقته بنفسه على هذا الشيء. انت فيك العيب الفلاني، لكن انت الله ميزك بالعيب اللي فيك، حب هالعيب علشان اللي حولك يحبك. يعني انا اقول لكم مثلا، انا عندي اختي، قلت في البوست السابق او الفيديو السابق انه اختي ما شاء الله بيضة وشقرة وكذا، حنا مو قاعدين نغير شكلها عشان الناس، لا والله، احنا قاعدين نحببها في نفسها انه انت مميزة بالمدرسة، ما في احد زيك ابيض واشقر، انت عندك قدرات ما هي عند صديقاتك. وفعلا الحمد لله يعني احنا اجتزنا هذه المرحلة وصارت هي تثق في نفسها، انه يعني حتى لو احد تكلم عنها هي واثقة من نفسها، واثقة انه هي مميزة. في بداية الأمر كانت صعبة مرة، يعني كانت لدرجة أنه كانت مستواها الدراسي نزل بسبب التنمر عليها. تخيلوا 14 طالبة على أختي، 14 طالبة بالفصل على أختي. فيعني من هذاك الوقت حنا بدينا نعزز ثقتها بنفسها، انت حلوه، انت شاطره، انت مدري ايش، لين خلاص عرفت انها مميزه من كلامنا احنا، مو من كلامها هي، من كلامنا احنا عرفت انها مميزه، وصارت هي تقول انه ما في احد زيها، او انها خلاص هي بدت انها ايش تتغير عشان نفسها. صدقوني الطلاب أو الطالبات اللي عندهم ثقة في النفس تراهم يشعرون بالرضا عن كل شيء يسوونه، حتى لو كان هالشيء هذا غلط. تلاقي طالب مثلا شاطر ولكنه مشاغب، يطلع من الفصل، يتخانق مع المعلمين. ليش هو كذا؟ لأنه واثق من نفسه، واثق أنه أحسن من غيره، أو أنه أهله معلمينه ثقة بالنفس وأنهم يستحقون الاحترام. للأسف يعني على أنه مشاغب يحترمون المعلمين والمعلمات وضربين له قيمة وحساب. ليه؟ لأنه واثق من نفسه، حطوا تحت هذه الكلمة مليون خط، لأنه واثق من نفسه. انت لما تزرعين الثقة في طفلك او طفلتك وتخلينهم هم يتخذون قراراتهم بنفسهم، وما تتدخلين انت في كل حاجة، تخليهم هم يكونون مسؤولين عن حياتهم، تتدخلين في الوقت اللي انت تشوفين انهم محتاجين مساعدة فقط، ما تقولي لهم
لا تكتب هنا، اكتب بهذا، لا خليه هو يختار اللون اللي بيكتب فيه، القلم اللي هو بيكتب فيه خليه هو يكتب فيه، لا تحلين عنه واجب، خليه هو يحل واجبه. وكمان علمي انه ما ينفع ما ينفع ما ينفع اننا نضحك على الناس او نقلل من احترامهم، او انه نقول اوه هذه سودة، اوه هذه سمرة، اوه هذه بيضة. لا، احنا كلنا عيال آدم، كلنا مخلوقين من تراب، المفروض اننا كلنا نعلم عيالنا هذا الشيء، وانه ما في فرق بين أبيض وبين أسود وبين شاطرة وبين كسلانة، هذه كلها قدرات معرفية. إذا كانت شاطرة أو كسلانة هذه الله خلقها كذا، الله خلق لها هذا المستوى من التفكير، أو من هو الإنسان في راسه ها ومري، الومري هذا هو اللي يحدد مستوانا التعليمي، الومري هذا اللي في راسنا. لكن كيف يحددوا؟ إذا كان الإنسان ضعيف فهو ضعيف، ما رح يتغير خلاص. ليه؟ لأنه الإنسان مبني على قدرات معرفية، ما في إنسان يجيك نابغة إلا إذا كان يذاكر. في ناس حتى لو ذاكروا ما يكونوا شاطرين أبدا، ما يكونوا شاطرين مهما يشدون حيلهم ما يكونوا شاطرين. حنا نعلم عيالنا إنه والله الطلاب اللي معاي في المدرسة كلهم متفاوتين، ما في أحد مثلك يا ماما، في واحد أشطر منك، في واحد أكسل منك، في واحد نفس مستواك الدراسي، في واحد أطول منك، في واحد أمتن منك، في واحد يأكل كثير، في واحد ما يقدر يأكل، في واحد مريض في السكر، في واحد مريض في الضغط، في واحد ما يقدر يتكلم، في واحد يمكن ما يسمع. لازم نعلمهم إنه هذه الفئات موجودة في المجتمع كامل، لأنه في كثير والله يعانون من نقص الوعي، إنه الأمهات ما يتجاوبون مع المعلمات، ما يخلونهم يعني مهما كان، يعني المعلمة تبقى معلمة، ما تقعد كل يوم يا بناتي التنمر ما ينفع، يا بناتي التنمر ما ينفع. يوميا يوميا المعلمات عندنا في المدرسة يرسلون فيديوهات عن التنمر في الجروبات، علشان الطالب الفلانية تنمرت على هذه، فجمعوا الشلة كلها وارسلوها في الجروب علشان الايش، الامهات كل واحدة تعلم بناتها انه التنمر ما ينفع، وانه التنمر ممنوع، وانه في عليها عقوبات، وانه عليها مدري ايش. لا، احنا من الان نعلمهم انه هذه الاشياء خطر، وهذه الاشياء خطأ، قبل تكون خطأ، لانه من عاب ابتلى، لازم نعلمهم هالكلام، وانه لازم نخليهم يمارسون هواياتهم. مثلا كيف يمارسون هواياتهم؟ اذا كانت عندهم اهداف، او مثلا حنا نعزز لهم في حاجات، انه مثلا تقولي هاي ماما انت هذا الاسبوع لازم تحط لك هدف، الهدف مثلا انك انت تمشين خلاص هذا الاسبوع، تحطين مثلا انه مثلا نقول طالب بسنة اولى ابتدائي، تخلينه له هدف انه مثلا هذا الاسبوع يتعلم حرف الالف والباء والتاء، خلاص ما يجي نهاية الاسبوع الا هو حافظ حرف الالف والباء والتاء، وحافظ معهم ثلاث كلمات من كل حرف، وثلاث جمل لكل حرف، وحافظهم شكلا وكتابة. يعني كذا خلص هذا الهدف حق هذا الأسبوع. حطي لهم جدول، الجدول هذا فيه الهدف، وجنب الهدف إذا خلصوا حطيه صح، وحطي لهم المكافأة، طبعا المكافأة منك أنت كأم، أو من أبوهم، أو من الشخص اللي ينتبه لهم، مكافأة، وجبات نهاية الأسبوع، تمشي نهاية الأسبوع، مثلا أي حاجة إنه تكافئيهم بها، إنه أنا طالعة هذا الأسبوع مكافأة لك أنت، تميزين بهذا الشيء، مكافأة لك أنت. ليش؟ لأنه هذا الشيء يعزز ثقتهم بنفسهم. أه
مثلا يكون الطالب هذا مرن، كيف يكون مرن؟ يكون الطالب هذا يعرف يتعامل مع انه مثلا، اجيب كمان مثال ثاني عشان تفهموني، انه يكون مثلا جاب في مادة الرياضيات 1 من 15، اخوياه جابوا 13 14، يعني درجاتهم مرتفعة. كيف اخليه يتقبل هذا الواحد من دون ما ينكسر او ينحرج او انه يخاف او يقلق او انه يخبي هالموضوع عن الام والاب والاخوان، وبعدين اعرف انا بالصدفة وقوم هاوشة؟ وغلط انك تهاوشينا اولا، لانه هو هذا الشيء مو بيده، هو ذاكر قدامك ومو بيده انه جاب هذا الدرجة. ايش الحل؟ الحل انه هو يتقبل هذا الامر، انه خلاص جاب الواحد يتقبل هذا الامر، لكن راح يعوضه ان شاء الله في الشهر الجاي، او يحاول بالمعلم انه يعيد للامتحان حتى لو كان اصعب منه بقليل، يعيد للامتحان، يذاكر كويس، يركز زي الناس، لانه ممكن يكون ذاكر ولكن ما ركز. في فرق اذا ذاكر واذا ذاكر وما ركز. ذاكر بتركيز افضل من انك يعني مثلا يذاكر ساعة ويلعب ساعة، او انه يمشي ساعة يتنفه ساعة ويرجع يذاكر ساعة، خلال اليوم يكون حفظ كل الاجزاء وبتركيز، يعني خلاص رسخت في مخه. طيب نرجع للموضوع اللي هو يتقبل هذا الموضوع. طيب يتكلم مع المعلم، المعلم او المعلمة، انها ايش تعيد للامتحان او يعيد للامتحان، لانه الدرجة يعني عادة الدرجة اقل من 5 يعيدون الامتحان عادة يعني، فالافضل انه يعيد الامتحان، وما فيها ما فيها عيب ولا فيها غلط، ولا هو اخر واول واحد بالدنيا قصدي انه يجيب هذه الدرجة، بالعكس ممكن فشله في هذه النقطة تكون تسبب له نجاح في هذه المادة كاملة، يجيب الفول مارك في نهاية الترم، ما ندري يعني، سبحان الله. أهم شيء هو يتقبل هذه النتيجة، وإنه ما تزعزع ثقته في نفسه، أهم شيء. حتى أنت كواجبك كأم أو كأخت أو كأب أو كأخ، إنكم تقولون ليش جبت هالنتيجة، لا، قولي له قولي إن شاء الله راح تعوضها، ولكن ذاكر بتركيز. أنت ساعدي، ممكن إنه يكون محتاجك، ممكن يكون مو فاهم هالنقطة، حتى إذا كنت جاهلة أو كنت ما تعرفين تكتبين أو ما كنت تعرفين تقرين، حاولي إنك أنت تساعدينه. مثلاً عنده أخوان كبار، جارتك كنت تسيرين على جارتك مثلاً وهي متعلمة، خليها تساعدك تعاونك عليها، يعني عادي ما فيها شيء، يعني الناس للناس، ولكن انتبهي تزعزعين ثقة ولدك في بنفسه، انتبهي هذا الشيء يدمره. انت تحسبين انك راح ترفعينه، ولكن انت قاعدة تدمرينه، تكونين كذا حرام. خليه كيف بينك وبينه ثقة الام خليها بينك وبينه ثقة الام وابنها، او خليها علاقتك معه علاقة صداقة، مو علاقة ام وطفل، خليها علاقة صداقة. ترى كثير كثير يعني يقول لك انا ام كيف اكون صديقة ابني، لا، كوني صديقته، حتى عشان انت تقدرين تعرفين من دون اجبار، من دون ما تهاوشين. يجي هو يقول لك كل اللي صار فيه بيومه، كل اللي مر عليه في يومه، وهذا افضل حل، انه تعرفين كل اللي مر عليه بيومه اذا كنت صديقته، تعرفين ايش يدور في راسه، تكلم مع مين، راح مع مين، سوى ايش كذا. وصلت نهاية الفيديو، استودعتكم الله، مع السلامة.